بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 62 بعد 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والذي يجمعنا بضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة. بداية، السلام عليكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. بارك الله فيكم. نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال من الأخ ميم صالح، يقول بارك الله فيكم: في قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ما المقصود؟ هل هذا الدين الإسلامي هو العام للناس، ومن تأخر عنه أو خرج عنه يعتبر من غير المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء، وهو التوحيد لله عز وجل والعمل بشرعه. هذا عام في كل الأنبياء وكل المؤمنين في كل زمان ومكان. فمن خرج عن هذا الدين فهو كافر، وهو خاسر في الدنيا والآخرة. فالإسلام عام، وهو دين جميع الأنبياء، ويطلق الإسلام على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا يخرج عما سبق من أديان الأنبياء، لكن قد يختلف في الأحكام الفرعية فقط. الأحكام العملية كل أمة يشرع لها الله ما يناسب من الأحكام في وقتها، ثم ينسخ ويأتي بشريعة جديدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. أما الأصل وهو العقيدة توحيد، هذا عام ولا ينسخ أبدا، هو دين جميع الأنبياء، يسمى بالإسلام. كل الأنبياء مسلمون، وكل أتباعهم مسلمون. من خرج عن هذا فهو كافر، وفي الآخرة من الخاسرين. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به، وما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يبقى أحد على دين آخر، لا يهودية ولا نصرانية، بل لا بد أن يتبع هذا الرسول. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، محمد صديق، يقول بارك الله فيكم: إذا قصرت في تطبيق السنة النبوية الشريفة وأخللت ببعض الأمور، هل يعتبر هذا من الاستهزاء بها؟ وما هو ضابط الاستهزاء بالسنة النبوية؟ الاستهزاء بالسنة النبوية أن يسخر منها ويتنقصها، وأما إذا لم يعمل بشيء منها لكنه لم يتنقصها ولم يسخر منها فهذا عاصي. وأما من يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، وهذا ردة من عن دين الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ففي فرق بين أنه يرتكب شيء من المعصية ومخالفة السنة وكونه يستهزئ. اللي يستهزئ ولو عمل بما جاء به الرسول فهو كافر مرتكب، بخلاف الذي يخالف بعض ما جاء به الرسول لكنه لا يستهزئ ولا يسخر ولا يتنقص ما جاء به الرسول، ويعرف أنه مخطئ وأنه عاصي يعترف بهذا، فهذا لا يكفر، هذا يعتبر عاصيا. نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول بارك الله فيكم: ما المقصود بقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يعصون الله ما أمر، ينفذون أوامر الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما أمرهم الله به في هذا الكون الذي وكل الله إليهم أعمالا يتولونها في هذا الكون. منهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم كتابتها، ومنهم الموكل بالأجنة في الأرحام والكتابة على المولود في رحم أمه، والموكل بنفخ الروح الأجنة، ومنهم الموكلون بقبض أرواح الخلق عند الوفاة، ومنهم الموكلون
يوكلون بالقطر والنبات، ومنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، كل له عمل وكلهم ينفذون أوامر الله سبحانه وتعالى، ومع هذا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هم يعبدون الله عز وجل وينفذون أوامره في هذا الكون. نعم. أحسن الله إليك، ما هو الضابط الشرعي في المعصية في الإسلام؟ مخالفة ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي المعصية، مخالفة متعمدا هذه هي المعصية، وهي تختلف منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنها ما هو معصية من الصغائر. نعم. أحسن الله إليكم، في قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما هو أدب الخلاف وكيف نستفيد من هذه الآية؟ الخلاف إذا كان في أمور العقيدة فهو لا يجوز ولا يسوغ، العقيدة ليست محل خلاف ولا اجتهاد لأنها توقيفية، وأما إذا كان الاختلاف في الاجتهاد الفقهي على حسب ما يظهر من الأدلة لكل عالم فهذا واقع، ولكن لا نبقى على الاختلاف، يجب أن نزن ما اختلفنا فيه إلى الكتاب والسنة، فما قام عليه الدليل أخذنا به، ما خالف الدليل تركناه، قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالله لم يبح لنا أن نبقى على الاختلاف ونقول المسألة فيها خلاف كما يقول بعضهم أو كثير منهم اليوم، لا قيل هذا لا يجوز، قال المسألة فيها خلاف، طيب والدليل؟ هو العبرة بالخلاف، العبرة بما قام عليه الدليل من أقوال العلماء. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل آخر يقول: لدي قطيع من الغنم يبلغ نحو 80 رأس وأطعمه وأعلفه، علما أني أبيع وأذبح وأهدي من هذا القطيع، هل عليها زكاة؟ إذا كنت تعلفها أغلب السنة أو نصف السنة أو أغلب السنة ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة، أما إذا كانت ترعى من البر من الكلى أغلب السنة ففيها الزكاة، وإذا بعت شيئا منها تزكي قيمته، بعت شيئا منها قبل تمام الحول تزكي قيمته التي بعتها لأن القيمة تقوم مقام الأصل. نعم. إذا حال الحول. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل أبو وليد من المدينة المنورة يقول: حفظكم الله، لدينا مقبرة في قريتنا في جنوب المملكة، ولكن هذه المقبرة بجوارها بسور واحد فقط مسجد، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كانت المقبرة متصلة بالمسجد ليس بينهما إلا جدار هذا لا يجوز، المسجد على مقبرة لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وفيه مشابهة للمساجد المبنية على القبور. ما إذا كان المقبرة مفصولة عن المسجد بطريق أو بأرض فضاء مفصولة عن المسجد تماما بطريق يمر معه الناس السيارات أو أرض فضاء ولا حرج في ذلك ولا علاقة لهذه المقبرة بالمسجد. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: ما هو الضابط الشرعي في زيارة القبور؟ الضابط الشرعي أن يزورها الزيارة الشرعية التي القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات والسلام عليهم، هذه هي الزيارة المشروعة والتي فيها أجر ونفع للحي ونفع للميت، أما الزيارة التي يقصد بها التبرك بالقبور أو طلب الحوائج من المقبورين ومن الأموات بحجة أنهم من الأولياء والصالحين هذه شركية، هذه زيارة شركية والعياذ بالله بدعية شركية. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، هل هذه بارك الله فيكم يقول دعوة إلى أن الإنسان كثير يكثر من الاستغفار ويكثر أيضا من الأخطاء؟ لا يكثر من الأخطاء، لكن إذا أخطأ يستغفر لأن الله يحب أن يغفر لعباده، اسمه الغفور الرحيم، يحب أن يغفر لعباده وأن يرحمهم وأن يتوب على التائبين، هذا من فضله سبحانه وتعالى، أما لو كانوا كلهم ما يذنبون ما بقي للرحمة موضع ولا للمغفرة موضع، ولكن المسلم يتجنب المعاصي، لكن إذا غلبته نفسه أو الشيطان وقع في المعصية يتوب إلى الله ولا يقنط مهما كانت المعصية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
الرحيم. نعم. أحسن الله إليكم أبو يحيى، بارك الله فيكم، يقول: ما هي منزلة الدعاء في الإسلام وهل له آداب معينة؟ الدعاء هو أفضل أنواع العبادة، هو أفضل أنواع العبادة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، هو أفضل أنواع العبادة، وليس أن العبادة كلها في الدعاء، ولكن هو أفضل أنواعها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ليس الحج محصورا في الوقوف بعرفة، لكن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج. والدعاء لا بد أن يكون على الصفة الشرعية بالألفاظ التي ليس فيها شرك، ليس فيها بدعة، وإنما هي ألفاظ واردة في الكتاب والسنة أو موافقة لما جاء في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو ناصر من جدة يقول: اشتريت أرض قبل 5 سنوات والآن بعت الأرض بمكسب، هل عليها زكاة علما بأنني اشتريتها للاستثمار؟ جزاكم الله خيرا. نعم، كل سنة ما دامت للاستثمار وكل سنة تقومها وتزكيها بما تساوي في تلك السنة، فإذا بعتها في السنة الأخيرة تزكي قيمتها التي بعتها به ما بلغت، قليلة كانت أو كثيرة تزكي القيمة، تخرج منها ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل آخر محمد من القويعية يقول: إذا دعا الرجل على ولده وهو في حالة غضب وأصيب الولد، فماذا عليه وهو نادم الآن؟ عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله ويدعو للولد بالشفاء والعافية، الله قريب مجيب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على الأولاد لئلا يوافق وقت إجابة ويستجاب له عليهم، يتجنب الدعاء على الأولاد، ولو غضب يصبر، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نعم. أحسن الله إليكم. محمد سعيد الشهري من أبها يقول: هل يجوز نبش القبور من أجل تحقيق مصلحة عامة كالطريق العام؟ لا تنبش القبور إلا بفتوى معتمدة من الجهات المعتمدة للفتوى، لا يجوز كل واحد ينبش ما يريد من القبور تصرف، لا يجوز هذا، حرام، لابد من فتوى معتمدة من الجهة الرسمية المختصة بهذا، مثل رئاسة الإفتاء أو محكمة شرعية من القاضي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة لقطع النية في العبادة وخاصة في الصيام، لا يجوز قطع النية في الفرض، الصوم الواجب لا يجوز قطع النية فيه، لأنه إذا دخل في فرض موسع حرم قطعه، سواء كان صوم رمضان أو قضاء رمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم قضاء، فكله لا يجوز قطعه في أثناء النهار. أما النفل أنت بالخيار، إن شئت أن تكمله لتحصل على الأجر، وإن شئت أن تفطر وتقطع النية لا بس. نعم. هذا سائل آخر يقول: رجل قد ذهب إلى مكة المكرمة ناويا العمرة ثم مرض في الطريق وعاد، فماذا عليه؟ إذا كان عاد قبل أن يحرم فليس عليه شيء، أما إذا كان قد أحرم فهذا ينظر هل مرضه يمنعه من المضي وأداء العمرة، هذا يعتبر محصرا، يذبح فدية ويتحلل. أما إذا كان مرضه لا يمنعه من المضي إلى مكة وينتظر حتى يشفى ويبقى على إحرامه حتى إذا شفي وقوي وزال عذره يذهب ويكمل عمرته وأتم الحج والعمرة لله، هذا إذا لم يشترط عند الإحرام. ما إذا اشترط عند الإحرام قال: فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، إنه يتحلل عند وجود الحابس بلا شيء ولا يلزمه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. من ذهب إلى جدة لأداء عمل لمدة يومين وهو ناوي العمرة بعد قضاء عمل وهو قادم من الرياض، ماذا عليه ومن أين يحرم؟ هذا يخير، إن شاء أحرم عند مروره بالميقات ومر على مكة وأدى العمرة وخرج إلى جدة لعمله، وهذا أحسن له. وإن شاء ذهب إلى عمله في جدة بدون إحرام ثم إذا فرغ من عمله يرجع إلى الميقات الذي تعداه ويحرم منه ويأتي بالعمرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: من حلف بنية الصلح بين اثنين فما حكم ذلك الحلف وإن كان قصده الإصلاح بين الاثنين؟ إذا قصد عقد اليمين على الاثنين أن يقبل الصلح أو أحد هما ثم خالف المحلوف عليه خالف اليمين تجب عليه الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا حفظكم الله يقول: هل يجوز الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة في ركعة واحدة؟ لا بأس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين البقرة والنساء والعمران في ركعة واحدة أو ركعتين، قسم القراءة بينهما، المهم أنه يجوز جمع السور في ركعة واحدة. نعم. هذا سائل آخر يقول: ما هي حدود قص
قصر الإنسان إذا ذهب للنزهة لمسافة بعيدة؟ إذا قصد مسافة تزيد 80 كيلو فأكثر فله القصر، أما إذا خرج لا يدري وين ينزل وصار يمشي وتمادى هذا لا يجوز له القصر لأنه لم ينوي مسافة معينة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول حفظكم الله، بالنسبة للحج أيهم أفضل لي، هل أن أذهب إلى الحج أم أكتفي وأجمع هذه الأموال للزواج وأنا شاب غير مقتدر؟ إذا كنت تخاف على نفسك من عدم الزواج، تخاف على نفسك من الوقوع في الحرام، فقدم الزواج. وإذا كنت لا تخاف على نفسك وأنت لم تؤدي فريضة الحج وأنت ما تخاف على نفسك من الوقوع في الخطأ في عرضك، قدم الحج. إذا كنت لا تخاف على نفسك قدم الحج، فريضة الحج. نعم. هذا سائل آخر يقول: من حرم ابنته أو موليته الزوج الكف هل تسقط ولايته؟ نعم، لكن ما ينقلها، تنتقل الولاية منه إلى من بعده من الأولياء، لكن لا ينقلها إلا القاضي. نعم. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما صحة حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريح؟ لا يحضرني، هو وارد لكن لا يحضرني حكم سنده. نعم بارك الله فيكم. يقول الأخ أحمد من اليمن: ما جزى من يمشي بالنميمة ويغتاب الناس ويشهد زورا ويؤكد شهادته بالأيمان الكاذبة، كيف نتعامل معه؟ هذا جمع بين جرائم، تعاملون معه بالنصيحة أن يتوب إلى الله وأن يترك النميمة، يترك الغيبة، يترك شهادة الزور، يترك الأيمان الكاذبة، هذه جرائم خطيرة، نصحوه أن يترك هذه الأشياء، ذكروه بالله وخوفوه بالله عز وجل. نعم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال من أحد الأخوة محمد صديق، يقول: ما حكم وضع الرجال الحنة على الأقدام والأيدي؟ إذا كان هذا من باب العلاج فلا بأس بذلك، إذا احتاج إليه للعلاج لا بأس، أو كان من عادة أهل البلد أن الرجال يخضبون بالحنة فلا بأس بذلك أيضا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.